هلا رح نبدا مع الاخبار السريعه ب 90 ثانيه مع حمزه بن جدو. أجرى فريق ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيان تدريباتهما على ملعب نادي الاتحاد تحسباً للقاء الذي سيجمعهما اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. وصل فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين إلى جدة حيث سيخوض الفريقان الخميس مباراة النصف النهائي الثانية من كأس السوبر الإسباني. توج قبل قليل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في منتجعي الغردقة بمصر متفوقا على الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح. كما فاز المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد. كما توج أيضا المنتخب الجزائري بجائزة أفضل منتخب إفريقي. رشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدرب الهلال الروماني رازفان لوجيسكو للحصول على جائزة أفضل مدرب في غرب آسيا بعد قيادة الهلال للقب دوري أبطال آسيا 2019. كشفت مصادر لجريدة الشرق الأوسط السعودية بأن إدارة نادي الهلال السعودي وبالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت اسم نجم المنتخب العراقي مهند علي ميمي بالإضافة إلى عدة أسماء للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية. أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي تجديد عقد لاعبها البرازيلي نيلدو بيترولينا لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي. كما أعلن النادي تجديد عقد حارسي البرازيلي كازي أونجوز لمدة موسم واحد.